بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحل فوتزا 181 فول 2، في هذا الدرس سوف أشرح لك يعني طريقة وتطبيق جميل جدا سوف يمنح لك يعني الروت لهاتفك الأندرويد أيا كان هذا الهاتف في ثواني، يعني في ثانية واحدة فقط وبضغطة واحدة يعني سوف تعمل الروت لهاتفك الأندرويد. سوف تقوم بتحميل هذا التطبيق غير موجود في بلاي ستور من الموقع الرسمي، سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. قم يعني بوضع الهاتف يعني التطبيق في هاتفك ثم قم بتثبيته. بعد تثبيت يعني التطبيق سوف يعطيكم أيقونة بهذا الشكل كما تشاهدون، اضغط على أيقونة التطبيق ثم سوف يفتح معك بهذه الواجهة على أساس عمل الروت لهاتفك أحباب في الله في ثانية واحدة فقط اضغط هنا. أنا شخصيا سبق وأن قمت بوضع الروت لهذه الهاتف، اضغط هنا وانتظر فقط قليلا وسوف يطلب منك يعني عمل إعادة تشغيل لهاتفك كما تشاهدون أحباب في الله. بعد عمل إعادة تشغيل لهاتفك يعني سوف تجد بأنه يعني تم إعطاءه صلاحية الروت بهذه البساطة وفي ثانية واحدة أحباب في الله. أتمنى الدرس قد أفادكم. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو الفيديو لبونتيكلي 5.com اللي نمام على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحل 981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات، الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو. لايك مشاركة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.